مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. دوما ما نبدا بالشائعه نتبعها بباقي فقرات همزه وصل المختلفه. اما شائعه اليوم فتخص زياده مده الدراسه بكليه الطب البيطري، والشائعه ليس لها اساس من الصحه بالتاكيد. شائعه تقول زياده سنوات الدراسه بكليات الطب البيطري الى 6 سنوات، والحقيقة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قالت أنه غير صحيح، وتؤكد أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وتوضح أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هي 5 سنوات فقط. ونشير إلى أن المقترح الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملي وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه. نرجو أن نكون قد أجلينا الصحة حول موضوع زيادة سنوات الدراسة في كليات الطب البيطري إلى حقيقتها، أنه لا توجد أي تعديلات في هذا الإطار. دعونا ننتقل هذه المرة إلى أكثر الأخبار انتشارا على شبكة الإنترنت في 24 ساعة الماضية، وكانت معظمها تختص برحيل الفنان هادي الجيار، وهو أحد أبناء مدرسة الفن الراقي في مصر، من تركوا أثرا كبيرا في أجيالنا، وأيضا من أصحاب مدرسة تمثيل مختلفة وخاصة جدا. دعونا نقرأ ما كتب عنه عبر التعبيرات المختلفة والتغريدات المختلفة على تويتر. أحد أفراد مدرسة المشاغبين يودعنا بسبب الكورونا، الفنان هادي الجيار رحل إلى رحمة الله تعالى، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله مثواه ويجعل مثواه الجنة، اللهم آمين. محمد علاء، مع السلامة يا خال، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له، ندعو له جميعا بالرحمة. هادي الجيار وداعا، منعم الضوء المال والبنون، رشاد غريب عبد الهادي أبناء، ولكن صبري العزيزي الضوء الشارد، برهامي المغازي سوء العصر، عثمان الغرباوي العصيان، مكرم عبيد الملك فاروق، ناجي البنداري مملكة الجبل. أمل عز، الله يرحمه، إنسان جميل بحبه جدا، شبه ابن عمي رحمة الله عليه، لسه برضو متوفي من كام شهر، ونزلت صورة الفنان عندي على الفيس وكتبت عليها الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم أمواتنا جميعا، اللهم آمين. رنا المحمدي، رحل أمس في هدوء بعد مسيرة إبداع ستظل محفورة في قلوبنا، رحل كما رحل طلاب مدرسة المشاغبين، اللهم ارحمهما جميعا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. عدنان، الله يرحمه، خسارة كبيرة للوسط الفني، شهدت له عديد من الأعمال الفنية اللي قدم لنا من خلالها أدوار إبداعية. هاني سالم، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الفنان العملاق والخلوق وهادئ الطباع هادي الجيار، أحد رموز وجنات الفن والسينما المصرية في زمن الفن الجميل، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وابدله دارا وابدله دارا خيرا من داره، اللهم آمين. ده كان آخر تعليق من تعليقاتنا النهاردة في أكثر الأخبار شيوعا أو زي ما بنطلق عليه الترند. أما موضوع حلقة النهاردة فهو لا ينفصل عن الواقع بأي حال من الأحوال، إحنا جميعا في هذه المرحلة بنحيا في ظل الموجة الثانية من وباء كورونا اللي بيجتاح العالم بأكمله. وزارة الصحة والسكان أعلنت قبل عدة أيام عن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة هذه المرة للعزل المنزلي، واللي بتشمل إرسال قوافل صحية وعلاجية للمناطق الأكثر تضررا وانتشارا للفيروس، حتى تصل هذه التغطية إلى 100% من أنحاء الجمهورية. حتى الآن في 800 سيارة قوافل علاجية وصحية في المناطق الأكثر إصابة لفيروس كورونا. ماذا عن هذه الحملة وما هي فائدتها في هذه المرحلة؟ هل تستطيع أنها تساهم في عملية العزل المنزلي وأيضا في عملية علاج المرضى بشكل فعال؟ ما الذي تقدمه؟ وما هي المعلومات اللي يمكن الحصول عليها من خلال وزارة الصحة والسكان في هذا الإطار؟ إزاي أستفيد من هذه الحملة؟ كل هذه النقاط سوف نطرحها في هواء همزة وصل فيما لدينا من وقت. أما السؤال للمشاركة فهو كيف تسهم المبادرة الرئاسية لمتابعة مصابي كورونا بالمنزل في مكافحة الفيروس؟ كيف تسهم المبادرة الرئاسية لمتابعة مصابي كورونا بالمنزل في مكافحة الفيروس؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب أن تشاركوننا إياه بإبداء الرأي عبر
همزة وصل إي جي، همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا في حوار اليوم، وهي عبر هذا الموضوع الذي طرحناه وهو العزل المنزلي وفيروس كورونا وكيفية الاستفادة من مبادرات وزارة الصحة والسكان. تابعونا بعد هذا التقرير. الدولة بصحة المواطن المصري، أعلنت وزارة الصحة انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة. انطلقت المبادرة على عدة مراحل لتشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومن المقرر أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم، ويخضعون للعزل العزل المنزلي بناء على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة. وتتضمن آلية العمل بالمبادرة تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم لمرضى فيروس كورونا، وقياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريا خلال فترة العزل المنزلي، وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتم تخصيص 20,000 فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى. وتشمل المبادرة متابعة الحالات أيضا من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية من الفيروس. وتتضمن الحملة تلقي استفسارات المواطنين على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه في هذه المرحلة، احنا وصلنا لفين في انتشار الوباء لدينا في مصر بالنسبة للعالم ومقارنة به؟ خلونا نبدأ الحوار ونطرح أهم الأسئلة مع دكتور محمد عز العرب، استشاري الأمراض المتوطنة والأوبئة من المعهد القومي للكبد. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، بحياة حضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك، مشرفنا يا دكتور. دكتور، دلوقتي واحنا بنتكلم عن مكافحه مرض كورونا او وباء كورونا اللي بيتزايد، لازم الاول نعرف احنا واصلين لفين في انتشار هذا الوباء مقارنه بدول العالم المختلفه. يعني شوف حضرتك، احنا يعني العالم كله للاسف يعني في ذروه الارتفاع المنحنى الوبائي باعداد غير مسبوقه في عده دول. اذا شفنا اوروبا، بريطانيا، وفي ولايات أمريكية أعداد غير مسبوقة، وأسبانيا، وإعلان عن إعادة غلق سواء جزئي أو كلي. بالنسبة يعني منقول الأعداد الإصابة مستوى العالم يعني قرب من 90 مليون مثلا، والوفيات قاربت على 2 مليون. احنا بنتكلم على وباء لم يحدث منذ الإنفلونزا الأسبانية عام 1918. هو وباء حقيقي، وعشان كده هي القضية الأولى في العالم حاليا هي مكافحة وباء الكوفيد 19. بالنسبة لمصر الوضع زي ما حضرتك عارفة، يعني احنا في الموجة الثانية حاليا، في زيادة في عدد الحالات. صحيح العدد ممكن يزيد شوية يقل شوية، ولكن المبدأ الأساسي هو اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. وزي ما حضرتك عارفة ان دايما الاعداد المعلنة سواء على مستوى العالم او عندنا في مصر بتبقى اقل من الفعلي. نتيجة معلن ده بيبقى نتيجة الذين تم عمل لهم مسحات البي سي ار. احنا من معلوم طبعا ان معظم الحالات اكتر من 82% هي حالات بسيطة، يعني يمكن عزلها منزليا بشرط توفر يعني حاجات معينة. نعم دكتور. طيب البعض يعني بنتحدث منذ فترة عن الموجة الثانية وإنها أكثر حدة وشراسة، ويعني تناولنا ده أكثر من مرة، كيف ترى أداء الموجة الثانية في مصر؟
يعني شوفي، يعني هي الدولة طبعا يعني بتسعى جاهدا في اتخاذ الإجراءات كلها والمبادرات، منها المبادرة اللي هي يعني عايز أقول إن احنا علاج اللي هو اللي أنا قلت عليهم اللي هم أكتر من 80% من الإصابات اللي هم ممكن العزل المنزلي، يعني إن أنا بتابعهم طبيا، وده يعني شيء محمود. ورغم بعض الانتقادات لهذا الموضوع، ولكني أنا من الفريق اللي بقول إن ده يعني إجراء محمود، إن أنا بدل يعني كشخص مصاب ومعزول منزلين إن أنا أتجه للفيس أو الواتس، لا، إن أنا يكون في إشراف طبي بطريقة علمية سليمة وحسب البروتوكول العلمي الموضوع من اللجنة العلمية للحالات البسيطة، وكذلك تزويتهم، وده الشيء الأساسي للأكسجين لمن يحتاج، إن أنا أعرف مستوى الأكسجين في الدم أخباره إيه، الكشف الكلينيكي، معدل التنفس، معدل النبض، يعني في حاجات كلينيكية بقدر يعني أخدم المريض بيه وهو في منزله يعني. نعم نعم دكتور. طيب اسمح لي ان احنا ننتقل بالحوار الى جزء اخر، واضم اليه دكتور امير جميل الطلياوي استشاري طب المسنين وعلوم الاعمار، على ان اعود اليك مره اخرى. دكتور امير اهلا بيكي. اهلا وسهلا، ميرسي جدا على الاستضافه الكريمه. اشكرك يا دكتوره اميره. دكتوره اميره، لما بنتحدث عن وباء كورونا بينتبه الجميع الزعر، خاصه في من لديهم كبار السن، لأن من البداية تم الإعلان عن أنه إصابات كبار السن هي أو مصابين من كبار السن هم الأكثر تضررا في هذا الوباء. هل ما زال الأمر هكذا في ظل الموجة الثانية وبعد مرور وقت على بدء الإصابات وتعرفنا قليلا على بعض الملامح لهذه الجائحة؟ طبعا لازال الوضع هو الأكثر عرضة للإصابة وبالمضاعفات هم كبار السن، لأنه الاحتياطي لدى كبار السن بيبقى أقل من الاحتياطي لدى الشباب. يعني إحنا عندنا احتياطي لما بنعيا قلبنا بيدق أسرع، الأجهزة بتشتغل أحسن، لكن الاحتياطي ده بيبقى أقل في كبار السن. بالإضافة ليه طبعا إنه الأمراض بتبقى المزمنة بتبقى أكثر في كبار السن، فده بيخليهم عرضة أكتر، ولازال الوضع كده للأسف الشديد. نعم، إيه هي الاحتياطات اللي ممكن يتخذها كبار السن والمحيطين بيهم في هذا الإطار؟ الحقيقة طبعاً إحنا حالياً في الذروة بتاعت الموجة الثانية، فلما بنوصل للذروة يبقى العزل المنزلي أصبح واجب بالنسبة لكبار السن تحديداً. طيب كويس، هنعزل نفسنا منزلياً، هنفضل في البيت قدر المستطاع، لكن ده مش معناه إن أنا أسيب الشخص الكبير في السن منعزل تماماً، لأن العزلة طبعا ممكن تؤدي إلى اكتئاب وممكن تؤدي إلى مشاكل بدورها. فبالتالي التواصل مع العزل مطلوب، لكن بدرجة من الاحتياط وبدرجة من الذكاء. يعني لما بنزورهم شخص أو شخصين ويكونوا كبار في السن بدرجة تسمح لهم إن هم يتصرفوا بطريقة فيها احتياط، بنغسل إيدينا أول ما ندخل، نقلع الحذاء، نحافظ على مسافة آمنة يا حبذا لو نحافظ على الكمامة لينا ولي كبير السن، يا حبذا لو نقدر نفتح شباك بحيث ان الأوضة ما تبقاش او المكان ما يبقاش مغلق. كل دي احتياطات هامة لما نتواصل مع كبار السن، محتاجين طبعا ان احنا نشوف لهم احتياجاتهم علشان ما يضطروش ان هم ينزلوا يروحوا السوبر ماركت او يروحوا مكان مزدحم وهكذا. لكن التواصل طبعا مطلوب، الترفيه، وجود الترفيه، الاتصال تليفونيا، ممكن ناخدهم اماكن مفتوحه تماما يراعى فيها التباعد الاجتماعي زي النوادي لبعض القرايد، لكن الاساس هو طبعا العزل المنزلي، البعد عن الاماكن المغلقه والمزدحمه تماما في الفتره دي. نعم. طيب قطاع كبير من كبار السن بيكون مصاب بمجموعة من الأمراض المزمنة اللي ممكن تكون منفردة أو مع بعضها البعض، هل ده بيستدعي المزيد من الحرص فيما يخص أنواع معينة من الدواء أو ما شابه؟ الأدوية طبعا لازم تتاخد، الوقت ده هو الوقت اللي احنا لازم بالعكس تحافظ على صحتنا. إذا احنا مثلا يعني بنفوت في دواء السكر وسامحين له يعلى شوية، لا، هو ده الوقت ان احنا نحافظ على ان احنا ناخد ادويتنا بانتظام، ناخد فيتاميناتنا بانتظام، ناكل كويس، ده مهم، ننام كويس،
بعض الحركة داخل المنزل. يعني مش معنى العزل المنزلي ان انا استسلم لان انا على طول قاعد على الكنبة، ما هو ده في حد ذاته بيقلل المناعة. فهو ده الفترة، هي دي الفترة اللي احنا نخاصص فيها بالعكس على صحتنا اكتر. شرب الماء بالنسبة لكبار السن مهم جدا، واحنا في فترة شتاء وبينسوها للأسف، وبيحصل جفاف وده بيخلينا اكثر عرضة. نعم نعم. دكتورة أميرة جميل الطلياوي، أنا بشكر حضرتك، يعني اسمحي لي إن احنا هنكمل الحوار، بس اسمحي لنا إن احنا نتبادل الحوار بشكل كبير مع باقي ضيوفنا حتى تكون الاستفادة كاملة للجميع. هعود مرة أخرى لدكتور محمد عز العرب، استشاري الأمراض المتوطنة والأوبئة بالمعهد القومي للكبد. دكتور محمد، ما زلت معي؟ مع حضرتك يا فندم. دكتور محمد، هل هناك فئة مصابة بأمراض معينة هم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 أو كورونا؟ طبعا من واقع الدراسات التي تمت منذ اكتشاف الفيروس من أواخر ديسمبر 2019 وفي الصين والدراسات الأوروبية والأمريكية وحتى الدراسات المصرية، لأن أن في فئات أكثر عرضة للمخاطر، وهم بالترتيب الآتي: كبار السن، الناس اللي هم عندهم أمراض مزمنة زي السدة الرئوية، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الكبد. السمنة بنحطها من ضمن برضو العوامل الملاحظة بالنسبة لتزايد المضاعفات فيها. برضو الناس اللي هم بياخدوا أمراض تقلل جهاز المناعة، ودول فئة مش قليلة، لأمراض زي الكانسر، زي الناس اللي عندهم الامراض المناعيه، الزئبه الحمراء، الروماتويد، الحاجات دي كلها، الالتهاب القولون التقرحي. ففي الفئات دي يعني لقيناهم فعلا ان هم لو اصيبوا بكوفيد 19 للاسف الشديد معدل الخطوره بيزيد عندهم شويه، وهم دول اللي بيمثلوا النسبه الغالبه مرضى الرعايه المركزه. ومن هنا يعني يجب الحذر خاصه من الفئات دي في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية، زي ما حضرتك عارفة طبعا خير مليون مية من العلاج. نعم. دكتور محمد، ما بين العزل المنزلي في حالة الإصابة وما بين الاتجاه لأقرب مستشفى بيتعامل مع الحالات في الخاصة بكورونا، بيقع المريض متردد ما بين هذا وذاك، ما بين البقاء في المنزل وتلقي العلاج وما بين الذهاب للمستشفى لأنه مش قادر يحدد وضعية حالته إيه. إزاي المصاب بكورونا يختار الاختيار الأمثل في هذه الحالة؟ طبعا أنا بشكر حضرتك على السؤال المهم ده، وهو ده يعني سؤال الساعة وسؤال كل أسرة لما بتتعرض لمثل هذا الموقف. أنا بقول الحاجات اللي أنا يعني مع احترامي برضه للفكر العام، الحاجات دي حاجات معينة وسهلة قوي. ال 105 يعني إن أنا أتصل بالخط الساخن 105 15335. إحنا طبعا الوزاره يعني استجابت محموده بان انا بتزود يعني الخطوط اللي شغالتين دول. دي رقم واحد. رقم اثنين، انا عندي فكره جدا اسمه صحه مصر. يعني وده بيدين لنا علامات المرض. كنت ممكن اقول علامه المرض دي متوسطه شديده بشيء سهل. نمره ثلاثه، اهم حاجه حضرتك، احنا بنقول علامات الكوفيد 19 تتشابه مع معظم اعراض البرد، الانفلونزا، الحاجات دي، لكن في حاجات بتخليني اشك اكتر. الحاجات اللي اشك اكتر، رقم واحد الهم فيها جدا ان انا لو اتعرضت لحاله مشتبه او تاكد تشخيصها انها كوفيد 19 خلال اسبوعين. يعني انا كنت بزور حد او عرفت بعد كده ان جاري او واحد صاحبي اتخلطت معاه في الشغل جاله فعلا كوفيد 19 بالتشخيص السليم، يبقى ده ان انا فعلا بعتبر نفسي مخالط. ولو حصل اي اعراض سواء كحه، ارتفاع درجه حراره، نهجان، الام شديده في العضلات، اسهال، حتى فقدان حاسه الشم، يبقى انا بعتبر نفسي ان انا حاله مشتبهه للكوفيد 19، ومن ثم ان انا باخد الاجراءات اللازمه واتوجه للمستشفيات سواء مستشفيات الفرز مستشفيات العزل، يتم اتخاذ الاجراء اللازم. اما لو ما فيش اختلاط خلال اسبوعين وجات لي الاعراض دي والاعراض بسيطه، فان انا ممكن بدخل على المواقع دي او اعمل اتصال، وفي نفس الوقت باخد الاجراءات الاحترازيه ان انا ازود جهاز المناعه. ما فيش مشكله ان انا اخد مجموعه
الفيتامين سي، فيتامين سي، فيتامين د، الموضوع الزنك، الحاجات دي كلها، بس بشرط لازم متابعه طبيه، لازم لازم يكون في نوع من انواع المتابعه الطبيه. طبعًا. اللي هي طبعًا. شكلها ايه المتابعه الطبيه دي في الحاله دي؟ انا دلوقتي مع الاتصال بالنمرتين قلت لحضرتك فيهم، او ان انا اتوجه لاحد المستشفيات زي ما قلت لحضرتك، خاصه الفئات اللي هي ايه يعني مثلا لو واحد عنده امراض مزمنه او كبير السن او الحاجات دي كلها، جات اعراض المشكله حضرتك في حاجه ولازم اكون صريح في النقطه دي، يعني الكوفيد 19 ممكن اول 3 4 ايام يبقى طبيعي، كح خفيفه، حراره خفيفه، لكن مستوى الاكسجين ممكن مره واحده يقل بدرجات، لازم يحصل تدخل فورا بان انا ادخله مستشفى واشوف النظام، لان المضاعفات في الحالات المتوسطه والشديده دي بيحصل بعد اليوم الخامس تقريبا. النقطه الهامه الثانيه، لو انا عملت اشعه مقطعيه على الصدر وظهر فيه علامات بالنسبه لاحتماليه الكوفيد 19، دي بسميها حاله متوسطه، واخد بال حضرتك؟ ده برضه لازم اتجاه لمستشفيات او الاستشاريين، سواء استشاري صدريه، استشاري حميات، استشاري بطنه، المهم لازم يبقى فيه متابعه طبيه بالنسبه لهذا الموضوع. نعم. دكتور، في بعض الحالات بيقولوا عليها الحالات الصامته، او يعني ممكن نقول ان هو حامل للمرض لكن ما فيش اعراض واضحه، اعراض ظاهريه. باي قدر ده ممكن يصيب قطاع ويشفى وما يعرفش، وهل ده ممكن يحصل فعلا؟ شو حضرتك يعني مثلا السلاله اللي هي بتاعت بريطانيا الجديده اللي هي في يو اي اللي اعلن عنها في 13 ديسمبر، 30% من الحالات دي كانت بدون اعراض اعراض ظاهريه، واخد حضرتك؟ يعني شخص سليم جدا، ولما بيعملوا البي سي ار مسحه تشخيصيه بيلاقي عنده فعلا موجود الكوفيد 19، وده سؤال هام جدا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ دايما الاجراءات الاحترازيه، انا خارج من البيت موضوع الكمامه ده اساسي، موضوع غسل اليدين، انا حتى لو لمست اي يعني مثلا بتاع الاسانسير، فتح مقبض باب، الحاجات دي كلها ما اضمنش، غسل الايدي على فترات متواليه، التباعد المكاني مهم جدا جدا. فهنا يعني ان انا اخد الاجراءات الاحترازيه للنقطه اللي حضرتك اثرتيها، هي مساله يعني في نسبه من المصابين لا تظهر عليهم اي اعراض، فانا اخد الاجراءات الاحترازيه من الاول. وفي نقطه هامه في عجاله، ان انا احافظ على جهاز المناعه عندي، لان هو السلاح الرئيسي ليا انا كشخص الى حين توفر اللقاحات، اتاحه اللقاحات للجميع ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك دكتور محمد عز العرب، استشاري الأمراض المتوطنة والأوبئة بالمعهد القومي للكبد، على هذه المداخلة وما أبديته من معلومات ووجهة نظر. معي عودة أخيرة للدكتورة أمير جميل الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. دكتورة أميرة، في المسنين تحديدا يعني، ومن لديهم أمراض مختلفة، ذويهم بيكونوا أكثر قلقا في حالة الإصابة بكوفيد 19 أو كورونا، امتى يتوجهوا للمستشفى وامتى العزل المنزلي هو الافضل؟ طبعا الامر في الكبار ما يختلفش كثيرا عن الامر في الشباب. العزل المنزلي بيكون في حالات زي ما الدكتور عز العرب قالت، الحالات البسيطه، حراره بتنزل لما بدي الباراسيتامول، اعراض بسيطه، كحه ناشفه بسيطه، طول ما انا قادر اسيطر على الوضع في البيت. لكن لما نسبه الاكسجين تبتدي تقل في الدم، يبقى اصبحنا محتاجين اسطوانه اكسجين، اصبحنا محتاجين يعني رعايه طبيه اكثر كثافه من اللي احنا نقدر نوفرها في البيت. نعم. فهو ده الوقت طبعا اللي احنا نبتدي نتحرك فيه. نعم دكتورة أميرة، طيب يعني هل احتياج لاسطوانة الأكسجين وانخفاض الأكسجين في الدم وما شابه بيكون له أعراض واضحة ظاهرة، ولا لا ما بيبان، ولا لازم يبان بالكشف الإكلينيكي؟ لا، هو طبعا بيبتدي يبقى فيه نهجان عند المريض، تدهور بالذات في كبار السن، تدهور الوعي بيكون مسألة يعني بتحدث لما المريض يعني يجيله أي تدهور، يعني تبص تلاقي ان ممكن الحاجه الوحيده هو تدهور الوعي، يعني هو كان كويس مركز، عارف احنا فين، عارف ليل من النهار، عارف اللي حواليه، وبعدين فجاه ما بقاش عارف الليل من النهار، ما بقاش عارف الناس اللي حواليه، يبقى هنا حدث تدهور في الوعي، يبقى ده بيديني على طول مؤشر انه في تدهور حصل. ده بالاضافه طبعا للنهجان وما الى ذلك. دي طبعا مؤشرات هامه جدا. نعم.
دكتوره اميره، ليا سؤال على بعض الممارسات السلوكيه الواحد بيشوفها يوميا مع وجود كورونا، وهو ان البعض بياخد بعض الادويه تحسبا، يعني يحس ببعض الالام في منطقه مثلا الزور وما شابه، فيبتدي ياخد مضاد حيوي، يبتدي ياخد بعض الادويه على انها ادويه احترازيه. التصرف ده حضرتك بتقيميه ازاي؟ لا طبعا غلط جدا. المساله الاحترازيه الوحيده الممكنه هو ان انا ما تعديش، فده معناه ان انا البس الكمامه واقلل خروجي الى الحاجات المهمه، ولما اخرج بغسل ايديا بانتظام، ببعد عن الاماكن المزدحمه. هو ده الاجراء الاحترازي الوحيد. اما ان احنا ناخد مضاد حيوي عمال على بطال فده خطر، معناه ان انا في يوم من الايام هحتاج المضاد الحيوي ده ومش هيشتغل. نعم. ده غير طبعا ان المضاد الحيوي في حاله الكورونا اللي هو الزيثروماكس تحديدا اللي احنا بنديه في الاول، احنا مش بنديه كمضاد حيوي، هو مش هيقتل الفيروس، لكن احنا بنديه للتحكم في المناعه. نعم. انا بشكر حضرتك دكتوره اميره جميل الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الاعمار، على كل ما قدمتيه من معلومات ووجهه نظر معنا في هواء همزه وصل. مشاهدينا دعونا ننتقل لاهم التعليقات التي وردت الينا منكم كما ظهرت على موقعنا على فيسبوك. ناهد عبد الفتاح: تقليل الانتقال للشخص السليم يساعد على تقليل الإصابات ونقل الوباء من مكان لآخر، فما بالنا بتقليل انتقال الشخص المصاب والدولة تتحمل الأعباء الأكبر حال نشر الوباء، وكلما تم توفير رعاية صحية وأدوية للمصاب في منزله كلما كان ذلك أخف الضرر وأسرع طرق في السيطرة على الوباء. نتمنى الشفاء للجميع، ويمكن لكل شخصية عامة أو مذيع مشهور المساعدة بجمع التبرعات لتجهيز عيادات وصيدليات ومعامل تحاليل متنقلة تجوب المحافظات ومساعدة الدولة، ولمن يريد كتابة اسمه على تلك العربات وكذلك الأحزاب، فالوباء يحتاج إلى تعاون والدولة وحدها لن تستطيع والخاسر الجميع. دكتور عبد الراضي حجازي: من أولويات مصر صحة مواطنيها. لقد جهزت الدولة حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها لمواجهة الوباء ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، مما مكن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفاشي الفيروس، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة برعاية رئيس الجمهورية من السيارة الطوافة لتوفير احتياجات ومتابعة المصابين بشنطة مجهزة وبها جهاز لقياس الأكسجين بالجسم، وهي مبادرة فريدة وتاج لصحة الإنسان والمواطن المصري على وجه الخصوص. هنتكلم عن المبادرة بشكل أكثر تفصيلا في الجزء الثاني من هواء همزة واصل. محمد الطواب: تسهم مبادرة رئاسية لمصابي كورونا بالمنزل في مكافحة الفيروس ونجاح بروتوكول حقيبة وزارة الصحة للعلاج بالمنزل بإرشادات تعليمات الوزارة. أكرم حمود: تعددت استراتيجية مواجهة الجائحة حسب الموقف، وهذا يحسب للدولة المصرية بتشديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على الإجراءات الاحترازية، ويصب هذا في القضاء على وباء أضر بالعالم أجمع، ولله الحمد كانت ولا زالت أرقامنا أفضل بكثير بالمقارنة بدول أخرى. أمر جيد، نتمنى أن يعجل بانقضاء كابوس أزعج العالم. ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه والسوء. وشكرا لهمزة وصل. شكرا ليك. محمود الضوي: عمل رائع بسواعد مشكورة لمساهمة مبادرة الرئاسة المصرية لمصابي كورونا بالمنزل في مكافحة تخفيف الحمل على المستشفيات والرعاية المنزلية والوقاية من عدم نشر العدوى حسب النصائح والإجراءات الطبية. أيمن رمضان الأنصار: تسهم المبادرة في مكافحة الفيروس وعلاج بالبيت لتوفير الوقت والمجهود والمال وسرعة الإسعاف. شكرا لكل من ساهم معنا بالرأي في همزة وصل. نعود إلى ضيوفنا الكرام معنا عبر الهاتف. دكتورة ميسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة بطب القاهرة، أهلا بك دكتورة ميسة. حضراتكم وأهلا بالسادة المشاركين. أهلا بك يا فندم. دكتورة ميسة، مبادرة 100 مليون صحة اللي بتتولى نقدر نقول إنها تطوف بكل الأماكن لرعاية مصابي مرض كورونا، كيف ترين هذه المبادرة ومدى فاعليتها؟ اولا المبادره بنثني عليها وبشده، المبادره الرئاسيه لمتابعه حالات العزل المنزلي. احنا دايما بنقول في حاجه اسمها تراياجنج او الفحص الاولي، تقييم الحاله للاشخاص اللي بيبلغوا عن اعراض شبيهه بالكورونا.
ففي منهم حالات بتثبت ايجابيتها ولكنها بتعد في بدايه التشخيص بتاع حالات بسيطه لا تستدعي العزل بالمستشفيات يتم عزلهم في المنزل. هنا النهارده ابتدى يبقى في نقطه نظام مهمه ومطلوبه طبيا علشان تبع على هذه الحالات، فتم اسناد مهمه المتابعه المنزليه للوحدات الصحيه المنتشره عبر شبكه خدمات وزاره الصحه على مستوى مصر، ودول بتوصل الوحدات الصحيه عددها لاكثر من 5400 وحده صحيه. بتمتد هذه الشبكه داخل كل المحافظات لحد الاطراف. ايه اللي بيتم؟ بيتم اولا تسجيل الحالات اللي هي هيتعملها متابعه في المنزل، وهيتم قياس نسبه الاكسجين في الدم بعد تقييم الحاله طبعا، نسبه الاكسجين في الدم قد ايه، لو انخفضت عن 90% بيتم توجيه المريض او حاله العزل المنزلي لحاجه من الاثنين، يا اما يروح الوحده الصحيه يا اما يروح للمستشفى الاقرب علشان ياخد خدمه صحيه متقدمه. هنا احنا بنمنع ايه؟ هنا احنا بنمنع تدهور الحاله واحتياجها لدخول مستشفى بدري او للمضاعفات اللي بتحتاج اجهزه الاكسجين او اجهزه التنفس الصناعي. الحاجه الثانيه هيتم التاكد والتحقق من ان المنزل مهيئ لحاله العزل المنزلي لمنع انتشار العدوى داخل الاسره الواحده. فهيتم التحقق من المعايير المطلوبه او الاشتراطات الصحيه المطلوبه بتوفرها داخل كل المنازل. طبعا آلية الرصد وان انا اسجل عندي الحالات والحالات المخالطه ليها ده مهم. شبكة التعامل مع العزل المنزلي أيضا فيها مش بس المراكز الصحية، ولكن أيضا فيها سيارات لتقديم العلاج. عندنا 800 سيارة بتجوب المحافظات في قوافل علاجية بتحرك للأشخاص في المجتمع علشان تصرف لهم العلاج وتتحقق من المتابعة عليهم أن هم بيتلقوا العلاج المناسب. جزء ده مهم في الموجة الثانية للفيروس، لأنه ابتدى يبقى الجمهور أو المواطنين عندهم وعي بالخطورة وعندهم وعي بالإجراءات الاحترازية وعاوزين الخدمة توصل لهم بصورة عاجلة وسريعة، فتيجي هنا أهمية المبادرة الرئاسية. نعم دكتورة ميسة، هل بتكون هذه يعني هل هذه المبادرة مجهزة بكل الإمكانيات اللي بتخول الفريق الطبي إن هو يمارس كل هذه المهام اللي حضرتك ذكرتيها مع صعوبة عملية التعقيم أثناء الحركة وما شابه؟ بصي حضرتك، العاملين في الصحة مدربين تماما على آليات الوقاية من العدوى ومن انتشارها، ولكن التجهيز هنا هو ايه؟ هو تجهيز لسرعة الكشف والتشخيص والإحالة إلى المستوى الصحي الأعلى علشان سرعة الاستفادة بالوقت المتاح للمريض لا تتدهور الحالة الصحية بتاعته. لكن هي السيارات بالقوافل العلاجية المتنقلة معاها الأجهزة الضرورية للتشخيص وتقديم الرعاية الصحية العاجلة. نعم نعم دكتوره ميسه، اسمحي لي ان انا القيقي معي ويعني اضم الى هذا الحوار دكتور محمد رضوان استشاري امراض القلب بمستشفى ميت غمر العام، على ان اعود اليك بالمزيد من الحوار. دكتور محمد رضوان اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، مرضى القلب هل هم الاكثر تضررا في هذه المرحله من وجهه نظرك، ام ان يعني ما فيش خطوره اكبر من الطبيعي بالنسبه لهم زيهم زي الباقيين؟ لا، هو السكر اكتر خطوره مرضى السكر اكتر. مرضى السكر اكتر؟ اكتر عشان بتبقى مناعتهم اقل، يعني مرضى السكر وكده دول الفشل الكلوي دول بتبقى مناعتهم اقل. لكن مريض القلب لو خد علاجه متظبط وضغطه متظبط هو زي العادي، ما بيزيدش كتير يعني. في خرافه انتشرت كده يا دكتور مع ظهور مرض كورونا ان دواء السكر بيقلل من فرص الاصابه بمرض كورونا. وبيقلل فرص الاصابه، بس اللي بيصاب بتبقى اصابته مش حلوه. اللي بيصاب بيحصل له ايه؟ بتبقى اصابته نتائجها مش حلوه، يعني مش زي السليم او اللي هو ما عندوش سكر. ليه يا دكتور؟ ايه طبيعه المضاعفات اللي بتكون اكتر عند مريض السكر في الحاله دي؟ مريض السكر لما بيتعرض لاي عدوى بتبقى العدوى بالنسبه له خطيره، على اساس بتبقى مناعته دايما ضعيفه. يعني ده مريض السكر مناعته ضعيفه، السكر نفسه بيئه صالحه لنمو اي ميكروب او اي فيروس. بيبقى موجود في الدم. لكن لو هو ما اصابش خلاص او ما تعرضش خلاص. عشان كده القاعده الذهبيه اللي بتقول المناعه الوقايه خير من العلاج هي احسن حاجه.
الناس تقي نفسها قبل ما السنة تاخد العلاج، ما تقي نفسها والموضوع سهل يعني. نعم. المبادرة الرئاسية بتشمل عدد كبير جدا من القرى والمحافظات في مصر على امتدادها، يعني هل هناك دراسات بتحاول انها ترصد حجم الاصابات والمقارنة بين ما بين العاصمة مثلا والمحافظات الكبيرة وما بين ريف مصر؟ هو يعني احنا دلوقتي في عز الدراسات دي المفروض هتتعمل بعدين او مع الاحصاءات اللي بتتعمل، لكن المشكلة ان عندنا في الريف في ناس واخدة الموضوع لانه حاجة يعني ايه زي ما يكون حاجة عيب يعني ما بيخبي ما مش عايز يعرف بيعمل، لكن هو لو استشار حتى، لان العزل المنزلي النهاردة يدي نتائج جميلة قوي وكويسة قوي، وخاصة لو من الاول معروف ان ده سسبيتد او هو ما يعني في اشتباه او في اي حاجة هيلاقي 100 حاجة واحد يساعده. والمشكلة الثانية اللي في الريف اللي هي نظام الوصفات اللي كل واحد عمال يعملها ويقولها، ودي مشكلة يا ريت تتصدى لها، لأن في مليون وصفة وحاجات كتير غلط غلط تؤدي لأمراض كتير ثانية. نعم. فدي المشكلة، لكن ما فيش إصابات عالية قوي ولا الشكل وبعدين المشكلة كمان كل واحد بيجيله حتى نزلة برد عادية أو أي كحة عادية، طول الشتاء ما في ناس نزلات برد عادية غير الكورونا. فبيعتبرها انها كورونا، فدي مش ما يعني تدخل ازاي الاحصاءات؟ ما كان طول عمرنا مش عندنا برد. نعم. طول عمرها موجود. فهي كل دلوقتي الخوف والهلع ان هي دي مثلا ايه اللي جاي له نزلت برد يبقى ده كورونا، لا ما هوش مش كده. الامور تتاخد بهدوء وتتعمل له تحاليل وتتعمل له كل حاجته، هنلاقي الامور هاديه قوي وما فيش مشاكل. ده بالتاكيد. الدكتور، وحدات الصحية الريفية بأي قدر هي قادرة انها تساعد تزيد الوعي في هذه المنطقة تحديدا؟ هي دي النقطة المهمة جدا، المفروض الوعي بقى اللي هو المفروض الدور التنويري لكل الناس، مش الأطباء بس، الأطباء وكل الناس المتعلمة والناس اللي فاهمة لازم يبقى عندها دور توعوي لكل الناس. يعني أنا ما ببقاش في أي تجمع بروح داخل يا جماعة ما ينفعش كده، ابعدوا عن بعض شوية، تتحركوا كده. لكن في ناس بتبقى قاعدة في مكانها وخلاص تأدي شغلها وخلاص، ده مش صح. المفروض أي حد في أي مكان، مدرس، دكتور، اي حد، لا التجمعات والحاجات اللي مالهاش لازمه دي يقوم بدور توعوي يخدم بلده ويخدم المجتمع اللي هو عايش فيه. ده بالتاكيد، ده بالتاكيد. انا بشكر حضرتك دكتور محمد رضوان استشاري امراض القلب مستشفى ميت غمر العام على هذه المشاركه وما ابديته من معلومات ووجهه نظر معنا. عوده اخيره للدكتوره ميسه شوقي رئيس قسم الصحه العامه بطب القاهره. دكتوره ميسه، لو بتسمعي المصريين في الشارع يعني بشكل عام هتلاقيهم بيقول لك يعني بيقولوا لبعض يعني اغلي ينسون وحط عليه كركم وحط عليه مش عارف ايه وحط عليه مش عارف ايه، ده بقى وصفه ناجحه جدا جدا لعلاج الكورونا. وهتسمعي بقى من ده كتير جدا، وكل واحد بيقول من منطلق شخصي، ممكن يكون اصيب او ما اصيبش، لكن هتسمعي التجارب دي على تعددها وتنوعها. راي حضرتك ايه في هذا الطب الشعبي اللي مش هقدر اقول عليه طب بديل خالص؟ بصي حضرتك، هو كل المتداول حاليا من ان احنا او البعض بينصح بان الناس تشرب الينسون النجمي اللي شكل النجمه، او تشرب الكركم، او تشرب عسل النحل عليه حبه البركه المطحونه والليمون، دي كلها مواد نقدر نقول عليها انها نمره واحد من الطبيعه، نمره اثنين هي ما كانتش هتنفع فهي مش هتضر، نمره ثلاثه بعض منها نافع بموجب الابحاث العلميه، ولكن احنا لا نرتكن اليه على انه جزء من العلاج. هو دي بعض الاغذيه والاعشاب الداعمه لجهاز المناعه بصوره ما، ولكن لا نستطيع ان نرتكن اليها كجزء في العلاج. الكركم من الحاجات المفيده ان احنا ناخدها لدعم المناعه، والعسل الابيض وحبه البركه والينسون النجمي، في بعض الزيوت الطياره وبعض المواد المضاده للفيروسات التنفسيه، فكل ده كويس، ولكن المبالغه فيه ملهاش ضروره، وفي نفس الوقت ما هياش بديل للعلاج. نعم. انا بشكر حضرتك دكتوره ميسة على هذه الاجابه لانها اعتقد مهمه جدا ان حد يفتكر ان هو ممكن يعالج نفسه بهذا الشكل من الاشكال. دكتوره ميسة شوقي رئيس قسم الصحه العامه بطب القاهره، شكرا على مشاركتك معنا ووجودك معنا في هواء همزه وصل اليوم، كل الشكر لك. في نهايه هذه الحلقه بنتمنى ان احنا نكون قدمنا اضافه ما في هذا الموضوع بالوعي بوجود مبادره لحمايه كل مصري وكل مصريه
تحت اسم 100 مليون صحة في طوافها على كل محافظات مصر لرعاية مرضى كوفيد-19 أو كورونا، وأيضا بالمزيد من المعلومات عن هذا المرض اللي هو تحت الدراسة بالنسبة للعالم أجمع. إلى أن نراكم غدا إن شاء الله، لكم منا كل تحية.